שלום, אני ליאור קדיש, אני, שומעים אותי? אני ארכז את הפרויקט במסגרתו היום. זה משרוע הלזי מנחילה ליתים היום מהזה נדווה. פידה ואני ננחה את הפאנל, שבו יגיבו התופות ודובר נכון עריפת הזה הפאנל. والذي سيعرض الموديل الذي عرضناه هذا البانيل سيتناول الموديل في المجتمع في المدني في اسرائيل شكرا لوجودكم هنا سنعرض مريم داروني صاحبة ماجستير في العلوم السياسية في من جامعة الجامعة العبرية في القدس مريم مخضرمة في تطوير برامج تعليمية في 2005 حتى 2007 הקימה וניהלה את התוכנית להזדהות קהילה בשדרות בקריית שמונה في קריית שמונה وفي שדרות وهي اليوم تدير قسم التربية الجماهيرية وهي مسؤولة عن قسم في وزارة المعارف אז אני מקווה שההמשך יהיה. בעבודתה במרכז לטכנולוגיה חינוכית. מן חילל, מרים תודיר טאקם מתעדד על פי תטוויר כותוב וברמג תעלימיה. חשובים שאנחנו לא יודעים עליהם. وليد مولا مرشد وطواقم تعمل في نطاق العلاقات العربية اليهودية وهو من أقام لجنة للقيادة الاجتماعية وهو محاضر في كلية أورانيم وهو مرشد لمستشارين في وزارة التربية والتعليم. مهم إلنا بالبانيل هاد إنه نحاول كمؤسسات نناقش النموذج معكم معكنا من عشان نقدر نفحص إمكانية تطويره وعشان نقدر نحقق كمان ونشجع التغيير الاجتماعي أكثر وكمان فحص قابلية تطبيقه بمؤسسات المجتمع المدني. معنا كمان زميلي عربي منصور ناشطة اجتماعية نسوية وسياسية خريجة لقب أول علم اجتماع وتاريخ عام جامعة بر إيلان تل أبيب لقب أول في علم النفس طالبة لقب ثاني في الاستشارة الأسرية مؤهلة في توجيه المجموعات تطوير وكتابة برامج تربوية واجتماعية توجيه وتطوير برامج في مجال التمكين النسوي والتوعية المجتمعية مؤهلة في الاستشارة التنظيمية التربوية وفي الوساطة وحل النزاعات عملت كمركزة شريكة وموجهة لبرامج نساء من أجل التغيير في قسم الدراسة الاجتماعية كلية بيت بيرل عملت كمركزة تربية للمدارس العربية في جمعية حقوق المواطن وساهمت في جمعيات نسوية أخرى حول تطوير وتوجيه برامج توعوية نسوية ومجتمعية وكذلك ساهمت وأعدت كتابات ومنشورات تربوية محررة شريكة لكتاب المرأة وكيانها في قائمة طويلة من الكتب اللي هي حررتها بدي أقولها إستا دليل المرشدين والمرشدات في برامج التمكين المجتمعي الصادر بطاقم شؤون المرأة في رام الله دليل للمربي وللطالب في المدارس الثانوية والمدارس الابتدائية إصدار واحد من جمعية حقوق المواطن واحد من جمعية أمنستي ودليل للمرشدين في موضوع فتيات يقودن التغيير ورجال المستقبل الصادران من وزارة المعارف ولوبي النساء معنا كمان يعيل باردا اللي هي طالبة عم تنهي في هاي الأيام رسالة الدكتوراه تبعتها في العلوم الاجتماعية من جامعة فرينستون ومحامية مختصة بالقانون الإداري والعام أنهت اللقب الأول بالحقوق في الجامعة العبرية بالقدس واللقب الثاني بالعلوم الاجتماعية من جامعة تل أبيب وجامعة فرينستون نشيطة اجتماعية كانت من الشركات في تأسيس جمعية مهبخ تغيير ومن المبادرات والقائدات لنضالات اجتماعية مختلفة وعديدة من أجل تحقيق المساواة في مجال التربية والمسكن والثقافة والنضال ضد الخصخصة في الفترة الأخيرة قادت نضال عربات الأطفال مأفاكا عجلوت والنضال لتخصيص ميزانية متساوية إلى الثقافات الشرقية كتابها الأول بعنوان بيروقراطية الاحتلال نظام التصاريح في الضفة
إصدار معهد فان لير والكيبوتس الموحد 2012 الكيبوتس المتحد الموحد بالعربي. عملياً إحنا رح نبدأ في أسئلة، وزي دائماً في أي بانل إحنا بنسأل السؤال اللي بدنا إياه وأنتوا بتجاوبوا على الجواب اللي بدكوا إياه. نبدأ مع مريم. من تجربتك في العمل في التقنية التربية وهو في وزارة التربية والتعليم، ما هي الإمكانيات التذويت في الأطر الأخرى، وأي تغييرات يمكن أو يجب عملها في الموديل من أجل زيادة القدرة لتعزيزه؟ شكرا على السؤال ومرحبا للجميع، وأنا يسرني أن أكون هنا لأن لدي هنا أصدقاء ومقربين وحميمين. أحد الأمور التي قمت بها في حياتي وأنا فخورة في هذا الشيء ويجب أن أشير إليه، وهو أن في فترة عملي في وزارة التربية والتعليم كنت مسؤولة عن مقر وزارة التربية والتعليم، كنت مركزة للجنة شعبية لتطبيق وتعريف سياسة وزارة التربية والتعليم بالنسبة للحياة المشتركة. كان هذا في فترة أخرى، كان في فترة يولي تمير، وقد أنا كنت مركزة هذه اللجنة، وكان هناك محمد عساوي وجابي سلمون، ولا أعرف إذا إن سمعتم عن هذه اللجنة أصلا. وخلال سنة أنا رافقت هذه السيرورة والعملية، وفي نهاية الأمر الوزير جدعون سعر قرر أن تجميد هذه المسلمات والقرارات، لكن كانت هذه تجربة من ناحية جوهرية. وأنا منذ 5 سنوات أعمل في التربية للحياة المشتركة. وبالنسبة لسؤالك، هل يمكن هذا الموديل قابل للتطوير للتطبيق؟ أريد أن أقول شيئا آخر. ما نعمله في متاح، متاح هو منظمة كبيرة، وناس كثيرون يعتقدون أن متاح هو مثل وزارة التربية والتعليم، ولكن هذا غير صحيح. نحن منظمة مستقلة، والطاقم خاصتي هو طاقم يضم 10 نساء ورجال من الطاقم، وهو يعمل حسب أسس ومبادئ موديل خاصتكم، أي أن الأشياء التي عرضتموها هنا هي بمثابة حجر الأساس لعملنا. بالنسبة للممارسة والتطبيق الذي بالنسبة للتغيير المفهوم، أنت قلت أن هذا صعب جدا، وأنا سأتطرق إلى هذا، ونحن نركز جهودنا على هذه النقطة لأن هذا صعب ولأن هذا مهم جدا. وفي نهاية الأمر نحن نريد أن نقدم ونطور مجتمع مشترك، وأن نجلب إلى تغيير في المفاهيم لدى الأشخاص في المجتمعين حتى لو كان هذا صعبا. هل هذا قابل للتطبيق؟ فطبعا هذا قابل للتطبيق، هذا قابل للتطبيق، هذا ممكن، هذا جيد وهذا مرغوب فيه. هناك منظمات مجتمع مدني متعددة، وأنا أقدر هذا التعريف لأن هذا هو يعتبر ترجمة نظرية لتطبيقاتكم. أناس كثيرون يتحدثون عن ذلك أنه يجب ترجمة وتعريف التطبيقات والممارسات،
أنا أبارك لكم على هذا التعريف، وأنتم قمتم هنا بعمل كبير جدا وعظيم، وأنتم عرضتم هنا جميع الأمثلة. أريد أن أضع تحديات، فلا أريد فقط أن أطري وأن أقول أن هذا رائع ومدهش، لكن والتغير أيضا كرس جهودا في العلاقات الخارجية في العلاقات العامة. أريد أن أضع أنصب تحديات بالنسبة للتطبيقات. أولا العمل داخل وخارج المؤسسة، هذه قضية واحدة. أعتقد أن المنظمتين هن منظمتين مذهلتين ورائعتين، ولكن عملكم خارج نطاق المؤسسة، وهذا في المفهوم الواضح بالنسبة لهذا الموضوع، وهذا جيد. ليس لدي أمور سيئة لأقولها، لأن كل واحد يرى مكانه في الخارطة الجماهيرية. أعتقد أنا أرى أنه يمكن أحيانا مع التعاون مع المؤسسة يمكن الوصول إلى نتائج أوسع بكثير. لا أقول أنه يجب أن تتغيروا وأن تتحولوا إلى مؤسساتيين وأن تجلسوا في بنايات في رمات أفيف. ليس سهلا الوصول إلى بناية هناك في متاح، ولكن أقول أن هناك الكثير من العمل لكي من للتواصل للعمل المؤسساتي. وأعتقد أن العمل في وزارة الداخلية في المنهجية واللا منهجية هو صعب بالنسبة للمنظمات مثلكم. وأعتقد أن أنصح بأن نعمل مع عدد كبير من المدراء والمديرات العرب واليهود، وهذا وممكن أن نحدث تغييرات. شيء ملاحظة أخرى، وهي ملاحظة التي قد تستغربون عليها. أنا قالت وأنا أقتبس حنا قالت الهيمنة لا تحتاج إلى منصة. أنا أصغي إلى ذلك وأريد، أنا سمعت ذلك وأريد أن أضع أيضا تحدي هنا. أريد أن أفكر كيف نؤدي إلى أن تكون لدينا، أن يكون لدينا مجتمع شراكي، كل واحد منا قابع يتخندق في مكانه. كيف نقدم ونطور هذا الحديث والشراكة والموديل خاصتكم؟ استعمال كلمة الاستعمارية بالنسبة للصهيونية هو شيء قد يؤدي إلى عدد كبير من الجماهير الإسرائيلي أن يسدوا أذانهم. قد يقولوا أن هذه حقيقتكم من ناحية، ولذلك لا يجب إخفاء الأمور تحت السجادة. الاستعمارية هو علاقة وتعريف علاقة بين الحاكم والمحكوم. هذا التعريف يضع تحديات أمام استعمال في أمام اليسار المتطرف،
أعتقد أن إذا كان هذا يؤدي إلى أناس أن يسدوا أذانهم وقلوبهم فهذا لا يفيدنا. أنا أفهم من أين أتى هذا، أفهم أن كثير من الناس يستعملون الكلمة الصهيونية لكي يبررون اللامساواة والمآسي الشعب الفلسطيني في السلطة الفلسطينية، وأنا لا أجمل هنا الواقع. أنا أعتقد فقط أن وأنا أوافق وأؤيد أشخاص مثل حيم غانز، والمشروع الصهيوني كان يمكن أن يتطور أكثر، ولكن هو الآن في مكان عنصري ومكان يثير التمييز. هناك أمور أخرى تثير المشاكل، ولكن أعتقد أنه يجب، أعتقد أن وضع كلمة استعمارية أمام رغبة الشعب اليهودي والتعريف الذاتي هذا يؤدي إلى سد الأذان والقلوب. هذا هو. فأنا أجبتك بشكل موسع. بقيت لنا بضع دقائق. لقد تحدثت عن العمل المؤسساتي، تحدثت عن العمل المؤسساتي الذي تؤمنين به وتعتقدين أنه مهم، وأريد أن أسألك كيف أو هل تعتقدين أنه يمكن استخدام هذا النموذج في العمل المؤسساتي، وما هو التغيير الذي يمكن عمله من أجل تذويته بحيث يختلف عما نقوم به نحن، وذلك من أجل توسيع تأثيره. كنت بحب أسمع كيف ممكن رصيتي لشؤل خف شار تنقال الأفكار لبيعتها رعيونات في ليسمت شتوت عبودا إخ نتان لعصوت ذي كداش أنشيم لو يستموت أزنايم إخ إفشار لهجيد تأمت إخ شيم بلي لقرور من هم لستمت أزنايم بهالب. شكرا فداء على سؤالك، لأنك تحددين وتوضحين الموضوع. كما سمعتم أنا لم أولد هنا، أنا ولدت في مكان آخر وجئت إلى هنا قبل 30 عاما من فرنسا. أحد الأشخاص الذين كانوا يساعدونني في حالات البلبلة هو الكاتب والفيلسوف. في الكثير من عملنا على التربية للحياة المشتركة التي نقوم بها لدينا شوهانا المسؤولة عندنا في المجتمع العربي، وهي تتناول العديد من القضايا التي طرحتموها هنا في النموذج، وهي كيف نثير الأمور داخليا وليس خارجيا فقط، وكيف نبحث القضايا المختلف فيها داخليا. بالنسبة لسؤالك فداء، بسبب سيرته الذاتية توقع منه مناهضة الحرب في الجزائر في سنوات 50، ولم يتخذ خطوة واضحة، وكان حاول طوال الوقت أن يقول إن الوضع أكثر أو مركب أكثر وليس أبيض أو أسود، وأنا أيضا أعتقد أن الوضع مركب. هو تحدث عن أنه من المهم
وسيكم את זה وقد لخص ذلك بمقوله واحده انا خشيت ربما تعلمتم مسرحيات انتيغوني في الثانويه وهو يقول ان انتيغوني محقه ولكن الملك الذي يطلب منها ان تقبر اخوتها ليس مخطئا ما اريد ان اقوله هو اننا يمكن ان نمسك بمفاهيم وآراء ومواقف متناقضة أحيانا فالذي يرى في الصهيونية استعمارا واقتلاعا وتهجيرا في كثير من الحالات يكون هذا الشيء ملموسا ولكن تخوف اليهود كنتيجة للسمية والمحرقة وهذا يطرح في جميع مجموعات الحوار طوال الوقت يعني هذه الرواية مقابل تلك الرواية السؤال هو كيف يمكننا أن نتعايش مع هذه التناقضات البركمي في كان قد تطرق إلى هذه التناقضات وحاول طوال الوقت وكان يقول إذا كنا نسعى إلى إحقاق العدل قد نخسر بعض الناس هنا وهناك أنا لا يمكن أن تبقى صهيونيا في الواقع الحالي وأن تكون في مجتمع مشترك أنا أشعر دائما بأنني أعيش في تناقضات كبيرة وفي كثير من الحالات يعني أنا أرغب في البكاء أو يراودني البكاء لأن الوضع صعب هناك الكثير من المآسي والكثير من عدم المساواة ولكن مع ذلك يجب أن نهتم بأن بجعل الحياة حياتنا جميعا سهلة كلنا هنا في هذا الإطار الحوار الفعال اليساري الناشط وهذا لن يتغلغل داخل الجمهور اليهودي الواسع ولذلك لن يؤدي إلى تنمية أفكارنا والنموذج الرائع الذي نطرحه هنا وأنا أدرك أن هناك تناقضات كثيرة وأنا لا أحاول أن أقول إن الأمر سهل ولكن ما أريد أن أقوله إنه في عملنا مثلا نحن نستخدم كثيرا مصطلح التعاطف أو كيف يمكن أن نكون هناك ثم نعود إلى ما نحن عليه هذه العمليات في المستوى الثالث من الممارسة عندكم وما أشار إليه إيتمار هذا صعب هناك أو في هذه النقطة تحديدا يمكن أن نعمل بقوة من أجل أن يعني يمكن أحيانا أن نغير الكلمات والمصطلحات لكي تستسيغها الأذن وتتقبلها لأنه أحيانا الأذن لا تتقبل بعض الكلمات والتعابير أحيانا ما نحاول أن نقوم به ليس قابلا للتنفيذ أريد أن أتوجه إلى وليد في المجالات المختلفة التي تعمل فيها في السنوات الأخيرة اكتسبت تجربة بالنسبة للشرائح المستضعفة كيف يمكن توسيع تأثير هذا النموذج وتذويته لدى هذه الشرائح بالإضافة إلى جهة أخرى أنا أعرفك من المجال الأكاديمي كيف يمكن تذويت هذا النموذج في المستوى الأكاديمي أيضاً. صباح التوفيق، مرحبا للجميع. أنا أريد أن أبدي ملاحظة أولاً حول الفرضيات الأساسية
ما هي الشراكة؟ أنا أعتقد أن الشراكة قبل أن تكون فعلا مشتركا هي شيء آخر. أولا هي اعتراف وحسم الفرد أو المجموعات، الشعوب، الأشخاص، وهي قضية فلسفية وجودية. هذا يعني أنني لست لوحدي في العالم. إذا كنت شريكا أو إذا كانت لدي شراكة مع الآخرين، السؤال هو ما هي هذه الشراكة؟ هذا يعني أن هناك آخرين في الحيز الذي أتواجد فيها. السؤال هو ما هو نوع الشراكة التي أطبقها مع الآخر؟ هذا هو السؤال. ولذلك هو حسم للفرد، وهناك حاجة لحسم بمستويات أخرى، حسم أخلاقي. إن كنت أنا لقيمة أكبر في العائلة مثلا، أستحق أكثر من المرأة، من زوجتي، من أختي في مجتمعنا مثلا. إذا كنت رجلا فأنا أستحق أكثر من غيري، أو إذا كنت أنا يهوديا فأنا أستحق أكثر من غيري. إذن هناك حسم أخلاقي ووجودي، كيف أعيش في هذا العالم، ما هي القيم والمنظومات العلاقات التي أنميها مع الآخرين. إذا كنت أنمي منظومات علاقات مع الآخرين تقوم على التنافس، وطبعا التنافس هو الشيء الأساسي في عالمنا الرأسمالي، عالم السوق وتنافس السوق، وكل واحد بحسب قدراته ويتجاهل الكثير من العوامل الأخرى. ولذلك أنا أعتقد أن هناك مكانا للعمل على حسم مثل هذه القضايا. أين أجد نفسي في هذا العالم مع أناس آخرين؟ وعندها نسأل من هم هؤلاء الآخرون في الدائرة القريبة، في الدائرة البعيدة، ثم نتساءل ما هي القيم التي تسيطر في عالمي، عالم الاستغلال، مفاهيم الاستغلال، الهيمنة، التنازل، الخضوع، الانصياع، أي مصطلح من هذه المصطلحات. الملاحظة الثانية التي أريد أن أذكرها هي أن تجربتي منذ سنوات الثمانين في موضوع العلاقات اليهودية العربية، أنا أعتقد أن هذا الموضوع موجود منذ ولدت، ولكن هو موجود ضمن عملي المهني في الكفاح من أجل تغيير هذا الواقع. يجب أن نحذر في كثير من الحالات من الحديث عن تغيير المواقف. الشيء الثاني هو تغيير المواقف يتركز في الآخر في كثير من الحالات، وهذا لا يؤدي إلى نتائج. أنا أعتقد أننا يجب أن نركز في أنفسنا. في كثير من اللقاءات المهنية المنظمة التي قمنا بها في هذا العمل توفرت لدينا الكثير من المعلومات، وأعتقد أنه يجب أن نستخدم هذه المعلومات المتوفرة وأن لا تبدأ من نقطة الصفر. هناك تنظيمات اليوم تبحث في قضية هل نركز في الفرد أم نحدث تغييرا شاملا. أنا أعتقد أنه يمكن أن نستثمر في الفرد، ولكن يجب أن لا نتركه وحيدا فريدا. وما تحدثت عنه هنا مريم، تخيلوا مثلا امرأة عربية تناضل من أجل المساواة مع الرجل، مع عائلتها، مع زوجها، كيف سيكون وضعها؟ وكم ستصمد في مثل هذا النضال وهي تواجه الهيمنة والأيديولوجيا والمفاهيم القائمة؟ سوف تنبذ مثل هذه المرأة بشكل أوتوماتيكي، ويتم إقصاؤها وتخضع للتهديد. نفس الشيء بالنسبة لليهود، كثيرون من اليهود الذين تعاطوا مع هذا الموضوع أصبحوا حتى في عائلاتهم أصبحوا موضوع سخرية.
وأنتم تسمعون هذه المقولة، ماذا بالنسبة لأبناء عمومتنا و يعني من باب السخرية؟ وعندما نعمل مع مجموعات نحن يجب أن نشكل مجموعات داعمة لكي لا ييأس هؤلاء. والشيء الآخر المهم والتجربة أثبتته تاريخيا هو أن الشراكة على مستوى العائلة وعلى المستوى السياسي والفكري، هذه الشراكات لا تصمد كثيرا إذا لم يتم اختبارها في الأزمات، في الظروف الصعبة. هناك تبرز المصالح، والدليل على ذلك انتفاضة عام 2000، وماذا أدت هذه الانتفاضة للشراكات الكثيرة بين اليهود والعرب والجماعات التي كانت تؤمن بهذه الشراكات، وكلها انهارت. ولذلك أنا أعتقد أنه كلما تعمقنا في هذا العمل على حسم القضايا التي تخصنا كأفراد، وأعطيكم مثالا، في عام 2000 يوسف سريد كان في وزيرا للمعارف وأراد أن يحدث تغييرا، والموضوع الذي أراد أن يدخله في ذلك الوقت في نيسان أيار وفي الصيف قبل الانتفاضة هو المساواة في المجتمع الإسرائيلي والفجوات الاجتماعية ومدى تهديدها للنسيج الاجتماعي في إسرائيل والفجوات الاقتصادية والشرائح المستضعفة والمهمشة. هذا كان موضوعه. وفي اللواء الذي أعمل فيه كنت أنا وإحدى الشركات مسؤولين عن موضوع الفجوات في المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي. عندما بدأنا العمل على هذا الموضوع ومدى استعداد وزارة المعارف لتخصيص الساعات والمضامين والتأهيل وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وعندما تكون الوزارة شريكا مركزيا في خلق هذه الفجوات في المجتمع، عندما يخصصون الساعات في وزارة المعارف، وهناك بحث لمركز أدفا يؤكد هذا الموضوع، والأبحاث المختلفة أيضا تؤكد كم من المهم أن نتوجه إلى هذه الجماعات. ومن المهم أن نعرف أن المعلومات لا تغير المواقف. المواقف هي قضية حسم أخلاقي قبل كل شيء. إما أن أكون عنصريا، وإما أن أكون مؤمنا بالمساواة، إما أن أكون ذكوريا، وإما أن أكون مؤيدا للاستغلال أو العدل الاجتماعي. ليس هناك مكان غامض على المستوى الأخلاقي القيمي، يعني أنا أقول لا ولكن ويتعلق بالظروف، لا، هذا تهرب. الحسم الحقيقي يجب أن يتم، والحسم له ثمن لأنه يطلب منا، وخاصة في الأزمات يطلب منا أن نكون على أهبة الاستعداد وكم نحن مستعدون لدفع الثمن. وأنا يمكن أن أعطيكم نصيحة، بعضكم قرأ كتاب أنتون برينك وهو أمريكي جنوبي يتحدث عن الاستغلال والقمع، وأنصحكم بقراءته. أندري برينك، هذا الكتاب ترجم إلى فيلم أيضا وتم تمثيله في سنوات 1980. كتاب شيق يتحدث عن رجل أبيض معلم تابع للطبقة المهيمنة العنصرية في جنوب إفريقيا، وعاش في عائلة على مستوى عالي، وشيئا فشيئا بدأ يعرف الواقع، وكانت هناك محاولة منه لمساعدة
عامل أسود، وفي مرحلة معينة يقول إن المفاهيم التي كونتها لنفسي ليست كافية ويجب علي أن أخلق لغة جديدة لكي أعرف الواقع ولكي أبني الواقع من جديد. ولذلك هو يبني واقعا آخر، لكن هذا الشخص نفسه هذا يقودنا إلى موضوع آخر، وهو أن كل من يعمل من أجل الشراكة الحقيقية اليهودية العربية يشكل خطراً على المؤسسة، على المؤسسة الأمنية في إسرائيل، ويشكل خطراً على المفاهيم الأساسية الاقتصادية والأمنية والثقافية والقائمة في إسرائيل، وهو يدعو إلى الفصل بين اليهود والعرب بهدف خلق العدائية، وهو مع التبعية المطلقة لليهود بالعرب من الناحية الاقتصادية. بروفيسور أمريكي يهودي كتب كتابا في حيفا، إيلان لوستيك، العرب في الدولة اليهودية، حاول في هذا الكتاب أن يبين، كتب هذا الكتاب في سنة 80 81، وحاول أن يبحث 40 سنة من الهدوء في نظره، يتناول العلاقات بين مجموعات في صراع، مجموعة تعاني وتحاول أن تناضل من أجل تحسين أوضاعها وحقوقها في داخل الإطار العام، ووجد أن العرب في إسرائيل لا يعملون شيئاً. هذا قبل الانتفاضة، هو قام بهذا البحث داخليا وليس خارجيا، وقال إن إسرائيل طورت نموذجا غير موجود في أي دولة في العالم، وهو نموذج أكثر تطورا من النموذج الأفريقي، يقوم على 3 أسس. الأول هو التبعية المطلقة الاقتصادية للعرب بالسوق اليهودية، وهذا طبعا يقودنا إلى تبعية اليهود باليهود في مدن التطوير كما يقولون، إسرائيل الأولى والثانية والثالثة. والقضية الثانية هي الفصل بين اليهود والعرب، لذلك ربما نفكر بالعمل بشكل مشترك في أحياء عربية مثل ما يوجد اليوم في بعض الأماكن مثل براعم السلام، ولكن باعتقادي حسب نموذجكم يجب أن تقوموا بعمل مركز عربي يهودي في المدن والقرى العربية. الموضوع الثاني المرتبط هنا بموضوع الفصل الجغرافي، ولذلك أنا أعتقد أننا يجب أن نسكن بأماكن مشتركة ببلدات مختلطة، وهذا يشكل صعوبة على المؤسسة طالما نحن منفصلون في أماكن سكننا، هذا يغذي سياسة المؤسسة. الشيء الثالث الذي تحدث عنه لوستيك هو انقسام المجتمع العربي إلى مجتمعات فرعية، عائلات وحمائل والفلاحون والبدو والشمال والجنوب والمثلث، هذه الانقسامات كلها هي جزء من الفصل، وهذا يحدث أيضا في المجتمع اليهودي اليوم بين المتدينين والعلمانيين الشرقيين وغير ذلك. هذا يخلق الصعوبة أمام هذه المجتمعات في توحدها، ويصبح التوحد صعبا. فالحديث هو عن انقسامات عديدة وليس على انقسام واحد. والموضوع الثالث الذي يتحدث عنه لوستيك هو موضوع القيادة ومحاولة تبني القيادة الممكنة أو المفترضة. نحن هنا الذين نريد الشراكة القائمة على المساواة، إما أن نتبنى القيادات في مهباخ، في رعوت صداقة القيادات العربية اليهودية، ونحاول أن نحيدها
من عملها في هذا السياق، وبذلك نخلق عدم شرعية لهذا المجتمع ونجعل الموضوع موضوع مصلحة شخصية، وهذا يقومون به بشكل ناجح في الوسط العربي، وقاموا بذلك مع الفهود السود وقادة الأحياء في الأحياء اليهودية، مع فيكي كنافو مثلا تبناها الليكود، والاحتجاج السكن اليوم بعضهم اليوم أصبح في الكنيست. كل موضوع تبني هذه القيادات هو تهديد باعتقادي، وفي هذا الموضوع أيضا يجب أن نحسم وندفع ثمنا. وأريد أن أنهي وأقول إنني في كلية أورانيم أقود مع مجموعة من 40 أكاديميا من العرب واليهود، كيف نحول هذه الكلية 40% من طلابها هم من العرب في اللقب الثاني، كيف نحول هذه الكلية إلى الكلية المشتركة للجميع؟ هذه ليست كلية يهودية، هي كلية إسرائيلية إن شئتم للفلسطينيين واليهود. هذا ليس سهلا، نحن حققنا إنجازا كبيرا بالمقارنة مع بقية الكليات في البلاد. للمرة الأولى بدأت الكلية بتأجيل بداية السنة الدراسية إلى 21 من شهر 10 بسبب عيد الأضحى. قاموا بذلك في حيفا، في كليات أخرى حاول بعض المحاضرين الحديث مع إدارة الكلية ولكنهم طردوهم. أنا أعرف تماما، لم يقبلوا أن يسمعوا هذا الطلب. نحن في أورانيم قمنا بذلك، قمنا بعمل وخلقنا شراكة حقيقية. القرار الآخر مثلا هو قبل أسبوعين كانت هناك جلسة حول إقامة مركز دراسة المساواة في المجتمع الإسرائيلي، يبحث موضوع المساواة في الأكاديمية وفي المجتمع حول المساواة في المجتمع الإسرائيلي. لذلك هناك الكثير مما يمكن عمله، وما أشارت إليه مريم يجب أن لا نخاف من العمل أمام المؤسسة وأن نتحداها. أحيانا يجب أن نتحدى وأن نثور ضد المؤسسة، ويجب إذا كنا نحسم أننا هامشيون هذا يشكل خطرا. أنتم وكلنا يجب أن نتخذ قرارا بأننا في المركز ولسنا هامشيين ونعمل مع الجميع، ليس كمن موجود في الهامش. والنقطة الأخيرة والملاحظة الأخيرة، هناك موضوع اختفى هنا هو موضوع الاقتصاد، لم تتطرقوا إليه، الضائقة الأساسية للمجتمع في إسرائيل هو الفقر. كثيرون من العرب واليهود يدفعون ثمنا لذلك، ويجب التأكيد على هذا الموضوع. يجب العمل مع عمال تم فصلهم، عمال النسيج بريها جليل. يجب أن نعمل مع مثل هذه الشرائح أو العرب أو اليهود الذين يعملون في أماكن مشتركة، وأن نأخذ هذه الأماكن كتحدي. أنا شخصيا يسعدني أن أكون شريكا وأن أساهم وأن أنضم إليكم. أنا أريد أن نعمل مع هذه الشرائح المهمشة، وهذا شيء ليس مفروغا منه. رح ننتقل. شكرا وليد، أفكار مهمة. رح ننتقل لزميلة عربية منصور. هيك من خلال تجربتك عربية الغنية كتير في داخل المجتمع المدني الفلسطيني أو المجتمع المدني النسوي كمان، شو مدى مصداقية النموذج حسب رأيك بداخل المجتمع المدني في الواقع السياسي اللي احنا عم نعيشه، وفي ظل الواقع الاجتماعي كمان اللي احنا عم نعيشه، مدى مصداقيته وإمكانية تطبيقه والتأثير من خلاله؟ مرحبا للجميع، أولي شكرا على الفرصة، هي برجعنا للتاريخ
مرحبا للجميع، شكرا على الدعوة. عمليا هاي الدعوة وهاي اللقاء اليوم برجعني 30 سنة لورا مع وليد، مع الياس عيدي هناك، مع عدة يعني مع عدة أشخاص موجودين هنا اللي هم جزء من تاريخي، جزء من تاريخي بالنشاطات اللي هي نشاطات بمجال التمكين والتوعية المجتمعية أو بمجالات العمل اليهودي العربي على التمكين والتوعية والتثوير. أنا بدي أضيف عليها أكثر تثوير. على فكرة وأنا قاعدة بين الناس طولت بفكر، طب ليش ما باخ تغيير؟ طب ما باخ ما بخا يعني، طب ليش يعني نعدينه يعني هالكد لطيفي؟ ما باخ تغيير، ما باخ ثورة تثوير. يعني دائما إحنا بنحكي من قبل 30 سنة بنحكي عن تثوير، تثوير الفكر، تثوير المشاعر، تثوير الرأي، تثوير الناس للعمل. يعني عمليا النموذج بحكي عن تثوير. يعني اللقاء بحد ذاته بحكي عن تثوير. صحيح أنا بتفق مع وليد إنه امتحان الشركات كان بفترات اللي هي فترات أزمات، أزمات اللي مركنا فيها في بداية الانتفاضة الثانية، مركنا فيها بهبة أكتوبر، وعمليا كان في فشل. ونتيجة لهذا الفشل المؤسسات المجتمع المدني بالذات اللي اشتغلت على الشراكة دفعت أثمان بالعلاقة ما بين الجانب، بدي أقول الجانب الفلسطيني الإسرائيلي داخل إسرائيل مع الجانب الفلسطيني بالذات باليسار الراديكالي. والمقاطعة كانت نتيجة للفجوة والهوة اللي كانت بالألفين بالاجتياحات بالقتل بهبة أكتوبر اللي ما كان في صوت، يعني كان في أكثر تزمت وأكثر خوف وأكثر تصهين. مريم كان في أكثر تصهين، وإحنا إحدى الإشكاليات اللي بنعيشها إحنا بنعيش حالة تصهين. وأنا موافقة مع اللي حكته هناء إنها هي نوع من الكولونياليزم، إنه نحكي الأشياء بمسمياتها هي شيء أساسي، عنصر أساسي للمشاركة، عنصر أساسي لعلاقة شراكة مساوية. علاقة الشراكة مساوية هي مش إشي ديخوتومي ومش إشي اللي هو واحد زائد واحد، واحد يساوي واحد، اللي هي أكثر وقائع مختلفة. وأنا موافقة معك، في إلنا قصة وفي للآخر قصة. السؤال هل في شرعية لقصتي ولأيديولوجيتي؟ وأيديولوجيتي بتقول إنه هذا حكم وهي نظام كولونيالي وأبرتايدي، نظام كولونيالي وأبرتايدي. وبرجع وبقول يعني بكل المجالات اللي اشتغلت فيها بالذات بلقاءات اللي هي لقاءات لتمكين لنساء يهوديات وفلسطينيات بالداخل الإسرائيلي، كنت أرجع بطريقي أطلع على البلد على التيري، وأطلع على كفر سابا اللي مركت منها، أطلع على البنية التحتية بكفر سابا، وأطلع على التيري في البنية التحتية اللي موجود فيها، وأقول لحالي هل أنا بعمل إشي أخلاقيا أنا عربية كموجهة بعمل إشي صح؟ دائما هذا السؤال كنت أسأله ولا زلت أسأله. يعني لما تيجي تقولي واحد يساوي واحد، يعني ما في تساوي بالعلاقة اللي هي موجودة بيننا. إذا بدها تكون شراكة فالشراكة هي مش مبنية على نموذج تساوي حسابي اللي هو أكثر تساوي جوهري، وبالتساوي الجوهري هو قائع مختلف واعتراف بالواقع المختلف. أنا اليوم أحاكم إذا بحكي عن النكبة، أنت لا تحاكمي لما تعيدي عيد الاستقلال. أنا بحكي عن النكبة، إذا بكتب عن النكبة على الفيسبوك حتى على الشبكة الاجتماعية ممكن أعتقل، ممكن أدعى لتحقيق. فعمليا ما في تساوي، يعني إحنا وقائع مختلفة. حتى لو حكينا عن نماذج اللي هي نماذج المجموعات مهمشة، وأنا هنا بدي أكد على حكا وليد إنه مش ممكن نشتغل في النموذج التركيز هو على فئات مهمشة، مش ممكن نشتغل على فئات مهمشة بدون المركز، والمركز هو مرتبط بالسياسي. وانا بدي اطلع اكثر درجه انه عمليا بالثمانينات كانت في برامج وكانت في مشاريع تمول زي ما تمول اليوم كمان، بس كان فيها كمان مساحه لإشي اللي هو العمل السياسي.
العمل السياسي اللي هو التقليب، تعديل بالقوانين بالكنيست، وجود مرافقين، وجود لجان، ضغط على اللجان، مناصرة بقضايا اللي هي قضايا بتخص المساواة، بتخص العلاقات، وبتخص كمان الواقع اللي هو الواقع الشراكي. اليوم هي مفقودة، والسؤال اللي بنطرح، هل هي مفقودة لأنه إحنا بدناش إياها، ولا هي مفقودة لأنها فرد دونر، فرد اشتراطات لدونر؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، يعني أنا بشوف بكل المؤسسات اللي اشتغلت على مجموعات ببناء علاقات يهود وعرب، ما كان إلها نصيب إنها تعيش كثير. يعني إحنا شفنا جبهات حبيبة، حتى واحد السلام اللي هم بعيشوا سوا كمان، حتى إلهم ما في نصيب إنهم يعيشوا. إحنا بنشوف صداقة ريعود قديش سالكم، 33 سنة؟ 31 سنة. صداقة ريعود منبثقة عن حزب ولها فكرة أيديولوجي، وعملياً شبيبة الحزب الشيوعي ممكن تكون جزء من صداقة ريعود. صداقة ريعود يعني في واضح، حيز واضح بنشتغل فيه غير ضبابي. يعني مش أنا بدي أشتغل مع أمير لأنه معجبني بس أمير لأنه يهودي وأنا عربية، لا، في عنا فكر مشترك، في عنا أيديولوجي مشتركة، في عنا توجه لكيف السياسات بالدولة يكون موجودة، وعملياً في عنا كوادر اللي هي كمان سياسية وكمان اجتماعية وكمان نسوية وكمان شبيبي. عملياً في تكامل، في تواصل مع القاعدة، قاعدة الحزب. ولمن أوصل لفئات مهمشة ممكن كمان أجندهم ليكونوا متحزبين كمان، ومش بالضرورة أخاف وأحكي عن نموذج اللي هو نموذج، يعني كنموذج تقني هو ممتاز، كنموذج تطبيقي في إشي ناقص، والناقص الناقص فيه اللي هو الضبابية. الضبابية إنه إحنا بنحمل أيديولوجيات، إحنا بنحارب الكولونيالية، وإحنا بنحارب الأبارتهايد، وإحنا بنناضل ضد الاحتلال، وإحنا بنناضل لحق العودي. وهي نقاط مهمة جدا، واضحة جدا، وعمليا هاي موجودة بنص الحزب، موجودة بنص الحزب، فليش هي مش موجودة كمان بالنموذج؟ كمان لما بديجي على التطبيق، أنا في عندي إشكالية بالنموذج والتطبيق. يعني تواصلنا مع القاعدة، تواصلنا مع الحزب، القاعدة هي الحزب، يعني دائماً بتطلع على الحزب وكأنه هو رأس الهرم، لا، أنا بتطلع على تواصلنا بهاي النموذج، المفروض أنه القاعدة إلنا هي الحزب، الحزب والفكر اللي بوجهنا، ومش مهم أي حزب، يعني ممكن يكون ميرتس زي ما بدكم، يعني انتوا حرين، ممكن يكون مبام، ممكن يكون حزب العمل، ممكن يكون الليكود، يعني اي حزب ممكن يكون، بس انه في بوصله سياسيه بتوجهنا. في اللحظه اللي احنا بنفقد البوصله السياسيه او بنخبيها وبنقول اوكي انا ما بدي اشتغل بالعمل الحزبي، انا بدي اشتغل بالشراكه اليهوديه، لانه حسب كل واحد من الصبايا مضطرين نتعايش. صبيه من النقب بتقول مضطرين، مين قال انه احنا مضطرين؟ احنا مش مضطرين نتعايش، احنا بدنا نعيش وبدنا نرتبط بانسانيتنا، وانسانيتنا وارتباطنا بانسانيتنا بقول حقوق انسان، وبقول تعامل مع الاخر، وبقول منظومه اخلاقيات وقيم اللي بنامن فيها، وزي ما بحب الي بحب لغيري، هي هاي النقطه الاساسيه. فعمليا مضطرين نتعايش. هلا بسمعها كثير على فكره بمقابلات للقاءات بين يهود وعرب، بسمعها حتى بين معلمين يهود وعرب، نحن حيافين لحيوت بيحد، نجزار علينا لحيوت بيحد، مضطرين نعيش سوا، فلازم نرتب أمورنا سوا. لا، إحنا مش مضطرين نعيش سوا، ممكن إنه عيش في كوكعة بالتيري، وليد مولا يعيش بكوكعته بيركة، ومش لابسي نظراتي أشوفه، هناء تعيش بيافة، وأمير يعيش في، يعني كل واحد فينا ممكن يعيش بكوكعته، والسلام عليكم. وممكن كمان أعيش على اكتفاء ذاتي، أربي لي غنمتين وزرع لي شوية خضرة وعيش منهن. بس إحنا عملية مش بهاي الفترة، إحنا بعصر التكنولوجيا المتقدمة جدا اللي هاي بطلت تكفينا، بعصر العولمة اللي عمليا اقتصاد العالم كمان بحكم بيتي، مش بس اقتصاد إسرائيل بحكمني، اقتصاد العالم بحكم بيتي،
بحكم سلوكياتي، بحكم منظومة قيمي، بحكم مفاهيمي، بحكم الأكاديمية اللي أنا بكون فيها، الأبحاث اللي أنا بتعرض إلها، الأبحاث اللي مفروضة علي إنه أعمل دراساتي منها، مراجعي منها، كل هاي بحكمها، بحكمها عالم اللي هو عالم اللي هو كولونيالي أكبر من إسرائيل، كولونيالي، رأسمالي، كابيتاليستي، كيف ما بدك، بس هي كلها مشتقات، كلها مشتقات وكلها منظومات اللي من العالمي، أسف، من العالمي للمنطقي، للإقليمي، للقطري، للدولي، يعني كمان للبلد، كمان للمناطق داخل الدولة الواحدة، كمان للفئات، يعني كلها بدخل فيها وكمان برجع إلي. بتعرفوا بعلم بالشؤون اللي بتعلم عامل اجتماعي أو عامل جماهيري، بعلموه إحدى النظريات اللي هي كيف ممكن إنك أنت تكون عامل جماهيري، وإحدى البرامج اللي هي متفق عليها اللي هو في ثلاث موديلات اللي جابوها من أمريكا عملياً، ويهودي جابها كمان، وقالوا أوكي أول شيء مسح، تخطيط، مشاركة جمهور، وبعدين التطبيق، بس نسيوا كمان وبعدها أضافوا قضية التقليب أو التحشيد أو المناصرة، أضافوها لاحقاً. هاي شغلات اللي بنتعلمها، هاي شغلات كمان موجودة هان، يعني هي موجودة بأشكال مختلفة، بس لما تيجي تطبقيها بتقولي أوكي إحنا مش طالع على شراكة، طب شو محل اللغة؟ طب إذا بدي أخذ مثلا الشبيبي، وين اللغة؟ بأي لغة؟ يعني هل بدي يكون في عندي إمكانية لمترجمين كل الوقت؟ طب ما هي هاي طبقناها، حاولنا نطبقها وفيش إمكانية، فبنفرض على العربي إنه يحكي بالعبراني، وبنفرض على اليهودي إنه ما يتعود يسمع العربي كمان، بنفرض عليه إنه ما يتعلم العربي. فعملياً اللي بحاول أقوله إنه لما نحكي عن مناصرة، ولما نحكي عن الحزب السياسي، ولما نحكي عن النضال السياسي داخل الشراكة، سواء لشبيبي أو لنساء أو لفئات مهمشة، إحنا بدنا نروح على وزارة التربية والتعليم، إحنا بدنا نروح على وزارة العمل، إحنا بدنا نروح على وزارة الاقتصاد، إحنا بدنا نروح على وزارة الإسكان، إحنا نروح كل الوزارات هاي، وبدنا نفحص وين إحنا ممكن نتواصل، وين إحنا ممكن نغير هناك في وزارة التربية والتعليم. ليش مثلا بدي أخذها مثال بسيط، ليش العربي مش لغة أساسية زي العبراني ما أنا بأخذها بالصف الثاني بالصف الأول؟ ليش هناك إذا بنحكي عن شراكة وإذا بنحكي عن مساواة ليش ما بنطرح هذا السؤال؟ الشراكة لازم تطرح هذا السؤال، ليش الطالب اليهودي محروم من أنه يتعلم العربي؟ ليش ببدأ يتعلم بصفوف متأخرة بالعددية، وحتى لمن يتعلم بصفوف متأخرة بيكون مرصود لأنه يشتغل أو يتجند بكتيبة المخابرات، وإذا هو يساري فبقول لك أنا بدي أجيب علامات واطية بالعربي عشان ما يبدو يحطوا عينيهم علي. كمان هاي بتصير، يعني أنا بجيب هاي بسيطة، يعني إذا بتكون شراكة بدها تكون شمولية وكمان تكاملية، يعني أنا بشوفها أنا في تكاملية بس ما بشوف في شمولية للأمور. بدي أجي كمان لنقطة، معلش أقعد تشلوش دكوت، أوكي بدي أجي كمان لنقطة بدي أشارككم في تجربي. امبارح أجت بنت أخوي بتتعلم بالصف 11 مدنيات، عندها وظيفة عن الحقوق، مريم وظيفتها بالحقوق هيك بيقولون، هاي يعني بيجيبوا حالات كيسز، وعمليا هي بدها تشوف في هاي الحالة وين المساس وبأي حق كان المساس، ولازم تعلل، لازم تنمق جوابها ليش في مساس بهذا الحق. فبيجيبوا إذا بتذكرين حالة إسبانيا والانفجارات اللي كانت بإسبانيا، وكيف الشرطة الإسبانية راحت اطلعت وين ما في أشكال بيشبهوا العرب وكانت إرهابيين. فعندها عمليا قائمة الحقوق، فبقولها تعالي تنشوف نكرك حق حق ونشوف وين أنت مترددي. فقالت أنا مترددي بين حقين، انتهاك حقين، الحق الإجرائي القضاء العادل اللي فيه مساس وفيه على أساس عرقي، وكمان الحق بالكرامة،
بس المعلمة فرضت علينا انه بس حق واحد ناخذ، طب شو اعمل؟ قلت لها انت بتروحي بتصيري راس صغير وبتروحي على الحق الاجرائي العادل، لانه هناك واضح المساس العرقي انه يعني عربي فمتهم، مع انه حق الكرامة هن اقوى بكون. فعمليا كان في نقاش بيننا، فقلت يعني دائما بعطوكم حالات من هالنوع؟ فقالت اه. بقولها بعطوكم حالات لواقعنا هان؟ بتقولي لا. فانا تخيلت لو طالب في المدنيات، برنامج المدنيات، لو نطلع عليه برنامج المدنيات ونفحص ونقول اوكي، بعطوا الطلاب اليهود امتحانات وبعطوهم كمان كيسز وبعطوهم اسئله عن الحقوق، هل ممكن وزاره التربيه او المسؤولين عن المدنيات يعطوا كيس لصار في انفجار بتل أبيب والملاحقة اللي كانت على أول واحد بشبه لونه بشبه عربي مشكوك فيه أنه عربي مثلا؟ هل في كيسز من النوع في درس المدنيات؟ يعني إحنا ممكن حتى بلاش نأخذ كل الوزارات، ممكن نأخذ نيشة واحدة اللي هي وزارة التربية وبرامجها ونبدأ نشتغل عليها، ويكون التقليب للشبيبي هم اللي يشتغلوا عليها. يعني بده يكون فيها تكملة. حسب وين ميكي؟ ميكي ميكي ميكي، انت جزء من مؤسسات داعمة معلش؟ اه؟ انا بسأل كمان المؤسسات الداعمة وبحاسب مشاريع المؤسسات هاي، هي مشاريع ممكن تكون لسنة لسنتين لثلاث، وممكن تكون بس على capacity building مش أكثر من هيك. يعني أوكي إحنا بندوقكم دبروا حالكم، بس وين ممكن يكون في تواصل وإكمال لأنه هذول الشبيبي يوصلوا لمرحلة إنه يكونوا كمان هم أعضاء كنيسة وكمان يكونوا مناصرين في مرحلة معينة قبل ما يكونوا أعضاء كنيسة، يكونوا مناصرين لتغيير جذري في برامج التربية والتعليم. وأنتوا كدونرز بدل ما نشتغل غطاء 13-25 على قضية الجندر والنساء المهمشات ونشتغل على النساء المهمشات بس شوي، نكمل بس مشروع واحد بكل هالملايين، ممكن هاي شوي يغير بحالتنا. واحنا بحاجة مجتمع، مؤسسات مجتمع مدني بحاجة. وبتعرفوا مؤسسات المجتمع المدني هي كمان حاضنة للأكاديميين العرب وحاضنة للأكاديميين من اللي صار اليهودي، لأنه ما في لهم محل أو أماكن عمل لا بالمراكز الجماهيرية ولا الرسمية الإسرائيلية، وهي كمان جزء. فعمليا أنتوا بتساهموا في كمان وضع اقتصادي وكمان بمؤسسة منظومة ومسار اللي ممكن هذا النهج ينعكس لاحقا إذا بيكون ناجح بهذا النموذج، ينعكس ويتبنى من مؤسسات ثانية، وممكن إن شاء الله كمان وزارة المعارف تتبنى، مش بس متاح، ومش بس متاح بشكل مشترط، لأنه أنا بشوف كمان بلغة مريم اشتراطات. إذا بدنا نشتغل على مساواة ما في اشتراطات، في فتح، وهي فتح لكل الدفاتر، وما في فتح للدفاتر على أساس نبكي إلا على أساس نحل ونشوف شو الإمكانيات مشان تكون المصالحة التاريخية موجودة. وفي اللحظة اللي المصالحة التاريخية موجودة بتكون باتفاق الطرفين بدون اشتراطات ترمونولوجية، عمليا إحنا بنوصل لهدف، بنحقق هدف. شكرا لكم، متأسفة. عربية شكرا كثير عربية. أول إشي بدي أقول لك كمان سير، في أكثر من ممول، في أكثر من صندوق موجود هنا مش بس ميكي، التوزيع يكون أكيد أكيد. فيعني رسالة جدا مهمة ونقاط جدا مهمة، مع إنه في عندي كثير أسئلة عليها، خصوصا كمان كنشيطة سياسيا، بس ممكن نفتح بمجال الأسئلة ونتطرق لها أكثر. يا عيل بردة، بدي أحاول أسأل السؤال بالعربي، وإذا ما فهمتيش علي بسأله بالعبراني. كناشطة وكمؤسسة للجمعية، واحدة من الجمعيات الشريكة بالنموذج مهبخ تغيير، وكأكاديمية بآخر بالسنوات الأخيرة، شو حسب رأيك إمكانيات مساهمة النموذج للخطاب الأكاديمي، وإمكانيات الخطاب الأكاديمي للمساهمة للنموذج وللحقل
بمجال الشراكة. عاملين الحوار بين النموذج وبين الأكاديمية، إذا ممكن هيك توسعي لنا عليه أكثر. شاني شقال بيفريد؟ أو شاني؟ لا 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 سبب. קודם כל אני רוצה להתנצל שהערבית שלי לא מספיק. אולא אريد ان اعتذر لان اللغه العربيه خاصتي ليست قويه ربما في المستقبل ستكون قويه. אני אענה על سأرد على القضيه الاكاديميه وستتطرق الى امور اخرى ومن المهم ان اتطرق الى ما قاله الناس هنا وساعود ثانيه الى القواعد والى كيف يؤثر هذا الموديل على مجتمعات متعدده. اول شيء هو ان مهم جدا عدم الدخول بهذا الموديل الى المؤسسات. يمكن تقديم استشاره للمؤسسات، ولكن لا شك لدي انه العمل داخل مؤسسات كما هو اليوم هي تعقم التطبيقات السياسية المهمة والعمل الاجتماعي خاصتنا. وأنا سأشرح نفسي بشكل أفضل. أعتقد أنني أفضل هنا البند التطبيق أو المساهمة، ولكن يوجد هنا جملة تثير انزعاجي. لا أعرف بالنسبة إلي هذا اللقاء مع إن كان ذلك في كتمونيم أو في طمرة، هذا هو مصدر إيحائي. هناك أنا فهمت القوة السياسية خاصتي، وفهمت أنهم يجب أن ينالوا جائزة إسرائيل لتربية الأولاد، وأنا بذلك طالبة أنا أنظر إلى هذا باستغراب. ونحن في مكان يعترف بالتطبيقات التي طورتها هذه المجتمعات، وهذا يجلبنا إلى نقطة أخرى وهو بالنسبة للشباب. كلهم يحبون يريدون العمل مع الشباب، ولكن لا يجب أن ننسى أن الصراع مكان في الصراع للكبار يوجد مكانة مهمة، لأنهم يعرفون عن الحكم العسكري وعن الحكم والبقاء في ظل هذا الحكم، ولا يجب أن نكنس ذلك تحت السجاد. يجب مواجهة كل هذه التطبيقات. الجيل الموجود اليوم هو جيل ولد في ظل أوسلو والفصل والجدران الفاصلة. أنا السكن في بلدان مختلطة، إذا سافرت لأكل حمص فيها في يوم الجمعة، وهذا محدود أيضا. وهناك جيل في المجتمعات المستضعفة يعرفون عالما آخر، إن كان ذلك في كتمون وفي القدس وفي بيت صفافة، وهذه قصص. أنا بشكل عام كل قصة التركيز على الشباب فقط هو شيء خاطئ، ويجب أن يكون عملنا نقطة الصفر أن تبدأ من جيل 48 لكي نتمكن من التحاور. أريد أن أقول شيئا لمريم، أنا أفهم الخوف من الكلمة الاستعمارية، وأنا أفهم الرغبة في إسماع أمور تتعلق بالجمهور اليهودي، وأنا اكتشفت أن في عنانة وفي رحابية لا مشكلة لديهم أن يسمعوا كلمة استعمارية. وفي كثير من حالاتهم يكون لقد حرمنا وقد انتصرنا وقد، وهذا هو الوضع ولا يوجد إمكانية أخرى. أي العرب يفهمون بالقوة فقط، ومن منطلق هذه النقطة التحدث من هناك يمكنك بدأ التحدث عن التطبيقات اليومية، ولا يجب الخوف من التحدث عن الواقع وكيف تفهم عند الشعب الفلسطيني.
فأنا وأنا من منطلق أخلاقي يجب التحدث عن الحقيقة. وهذه المجتمعات تكذب مدة سنوات، هم يكذبون عليهم أن الفلسطينيين يأخذون العمل، أنهم يهددون الأمن. فهناك أكاذيب وأكاذيب وأكاذيب التي تؤثر على حياتنا بشكل كبير، وهم يقولون نعم هذا مفهومنا. فهذا ليس فقط قضية تعاطف، إنما فتح العينين ونحو الحكومات التي آمن بها. وهذا اكتشاف فيه ألم كثير وقوة كبيرة. هذا الأمر يختلف بين مجتمع إن كان قفقازي أو مجتمعات أخرى فيها قصص مختلفة ودعاية مختلفة. هذا ليس سهلا، خاصة في أماكن شاسة فيها قوية جدا، فهذا من الصعب هناك إدارة مثل هذا الحوار دون التطرق إلى صعوبات. هؤلاء مسلمون ولا يمكن التحدث معهم، هؤلاء متطرفون. أنا معرفتي بالقدس عميقة ولدي أمثلة كثيرة من هناك، فأنا أعتقد أنه حقا لا يجب الخوف من هذه القضية. نحن لا نتحدث عن مجتمعات من اليسار الصهيوني، مع الصعب التحدث مع اليسار الصهيوني عن الاستعمارية، ومن الصعب التحدث عن الشراكة الحقيقية. القضية هي أن كثير أن الناس يعتقدون أن ما يسمعونها في الراديو في جلاتس وفي القناة الثانية. هذا لا يؤدي لأحد أن يسد أذنيه. كل قضايا حول مصادرة الأراضي وكل هذا له علاقة بالطرق التي اتخذت ضد العرب. يوجد هنا أدوات متتالية يستعملونها ضد المجتمعات المستضعفة، ومثال هو هدم البيوت وتهجير السكان من هناك. بالنسبة للتطبيق لم أصل بعد إلى النقطة الأكاديمية. أعتقد أن في كثير من الحالات نعرف أن المعرفة هو قوة. المعرفة هو قوة، عندما أعرف يمكنني أن أفعل الكثير. وفي غالبا هذا صحيح، ولكن يجب التذكر أن هناك أن القوة هي قوة، أي تجربة القوة وتجربة العظمة، وأن لدي قوة أمام المؤسسة ويمكنني تطبيقها. يجب أن أنا لست أنا لوحدي في هذه المشكلة. ليس هذا متعلق بالطقس، ويجب فعل شيء بهذا الصدد. المعرفة هو دالة لرؤية الشركاء. هذا يجب أن أرى، لا يجب أن أرى أناس لهم يشبهونني. يجب أحيانا أن أرى أشخاص الذين بعثوا يعطون أبنائهم تربية مختلفة. المشكلة ما الحاجة اليومية. يجب تقدير الواحد الآخر على مقدرتهم على المواجهة، وأن نقدر ونحترم. وهذا شيء مصيري جدا، فهذا لا يتعلق بالتغيير الفرد، بعدها تغيير العائلة والمجتمع. يجب أن أرى ما يحدث من حولي، وأن تكون لدي إمكانية. أحيانا نرى تجنيد نساء
نشيم الخط لفجيشات بوليتيوت وننتقدهن بسبب ذهابهن الى لقاءات سياسيه في كاتامونت. دائما النساء ذهبنا الى لقاءات تتعلق بالتربيه والتعليم وبالمخيمات الصيفيه. فعندما يكون هناك لقاءات حول السكن هن لا يصلنا، وهن ينظرن إلى أنفسهم كجزء كبير. يجب التذكر أن القوة هي قوة، والأهمية الكبيرة هي إجراء النضالات، النضال على حقوقي. ليس هناك طريقة أخرى، يمكننا التحدث عن الآخر، يمكنني سماع عن نجاحات نضالات أخرى، ولكن طالما لا أجرب هذه النجاحات وطالما هذه النضالات ولا لن يحدث شيء. وأنا لا أوافقك بالنسبة ل بالنسبة للأحزاب، بالنسبة للمواضيع السياسية، ولكن هذا ليس شيء مهم. كتبت رسالة الدكتوراه وقضيت سنوات في المجال الأكاديمي، وكان هناك مجال للتفكير بالكثير من القضايا والصراعات في الهند وقبرص وبرامج أو مخططات التقسيم وغيرها، و أعرف كم بذلتم في هذا الموضوع، وأعرف أنه تم استثمار العديد من الساعات في كل جملة تقولونها هنا. المساواة أحيانا والديمقراطية كما كتبتم هو مبنى أو تصور غربي عالمي من أناس تعلموا كيف يتحدثون ويتلقون أموالا من صناديق من أوروبا ومن الولايات المتحدة، ويتحدثون عن أشياء ليست محلية. عندما هناء وإتمار عرضا النموذج كان جيدا لأنه أفضل من المكتوب. الأمثلة التي طرحوها والطريقة التي طرحوا بها أقرب إلى الواقع، لكن عندما نتحدث أو عندما نقرأ النص بالكلمات، هذا يمكن أن يكون في سريلانكا، الصراعات يمكن أن تكون في كل مكان، ولكن من المهم جدا أن لا نقوم بعمل يفرض على الناس قوالب من الخارج. المساواة ليست تمثيلا رمزيا فقط، وجود مديرتين لا يحل المشكلة، وفي خدمات الدولة أيضا إذا كانت نسبة العرب 8% أو 18% هذا لا يحل المشكلة. يجب أن نفهم التناسق في هذه القضية، ويجب أن نفهم التناسق طوال الوقت، أن نفهم أن هناك ناشطات فلسطينيات يدفعن ثمنا، والثمن الذي يدفعنه أكبر مقابل الفلسطينيين في المناطق المحتلة أو مقابل الموجودين في الشتات في العالم أو مقابل ما يحدث في العالم العربي. كل لقاء تقوم به ناشطة فلسطينية مع ناشطة يهودية يجب أن تسأل نفسها، هل هذا يبرر الخرق أو خرق الحرمان المفروض؟ في نهاية المطاف الثمن الذي تدفعه كبير وكبير وأكبر بكثير، ونحن نتحدث عن الفوارق في الاحتياجات بين المجتمع الفلسطيني والمجتمعات الأخرى بسبب واقع الاحتلال. لذلك يجب أن نتطرق لهذا الموضوع. لا يعني أن نقول في لقائنا هنا أن نخلق المساواة، أو في هذا مؤتمر كهذا المؤتمر وفي المنظمة التي نعمل فيها أن تكون هناك مساواة، هذا لا يكفي. يجب أن نكون مقتنعين بهذا الأمر مسبقا بأنه ليس هناك وضع فيه مساواة. يجب أن نغير النظام، وما دمنا لا نغير النظام لا يمكن أن نخلق المساواة.
واضح أنه لن يكتب ذلك أحد في أوراقه لأنه سيحرم من الميزانيات، ولكن هذه هي القصة عندما نكون صادقين وصريحين مع أنفسنا في هذه القصة. نتوقف عن أن نحكي الحكاية الكاباسيتي بيلدينج وعن القيادة. القيادة موجودة، القيادة موجودة. ما ليس موجودا هو المجال السياسي الذي يتيح للناس الحصول على حقوقهم. ومع ذلك هذا لا يعني أن هذا الموضوع ليس ضروريا أو مهما ومعروضا في الأكاديمية. يجب أن يكون معروضا، ويجب أن نتساءل أين يتم تطبيقه. وأنا أوافق أنه يجب تنظيم لوبي أمام المؤسسة إلى حين إحداث التغيير في النظام القائم، ولكن هذا ليس شيئا مرحليا. عندما نتحدث عن المساواة يجب أن نتحدث عنه بشكل مركز، والشراكة التي نتحدث عنها هي شراكة غير متناسقة. باعتقادي لا يجب كتابة هذه الأشياء ولا يجب تسجيلها، ولكن هذا هو الواقع. شكرا لكم. شكرا يعيل وللجميع يعني على المداخلات القيمة جدا. في طلب من زميل نضال عثمان من ائتلاف مناهضة العنصرية، هيك بالعربي، بده يشارك بدقيقتين وبعدين رح نفتح المجال لأسئلة. يعني بفضل انه الاسئله رح نجمعهن ونعطيهن بنفس الوقت، يعني رح نجمع الاسئله فبعد نضال نعطي مجال للاسئله. توتال وصف مشو نضال بفوت بكش وشلخ ب اس ام اس بكشا الا اذا بتيجي لهون. يعطيكم العافيه الجميع المداخلين كمان والمداخلات. مع يعل باردة قبل 10 سنين تقريبا، يعل قدنا مع بعض المعركة ضد الغاء المتصرف، قدنا مع بعض المعركة ضد الغاء المتصرف كعرب وكشرقيين وقتها وكناشطين اللي متصرف نجد اخذتها بسيكومتري كاوبشن يخدا الكنيسة لونيفرسيتات. هاي المعركة، ولما أنا بشوف اليوم يعل بتحكي كمان كأكاديمية بس كمان بتتطرق للممارسة في العمل النضالي أو الشراكي والعمل الممكن إنه يخلق تغيير، أنا بطلع على النموذج الموجود واللي طرح وبشوف على الأشياء المكتوبة كمان، بشوف إنه في هناك تغييب معين اللي احنا في الائتلاف للمناهضة العنصرية لتغيير شراكي شركاء فيه واللي مؤسسات اخرى شركاء فيه. خلق التغيير الحقيقي بيكون من خلال خلق شركات على هموم مشتركة. اذا احنا منشتغلش يعني السيرورة الطويلة اللي من خلالها بدنا نرفع وعي وبدنا نحقق باول محطة. حكى وليد عن اكتوبر 2000 لما صارت الأحداث أوتوماتيك، كل غالبية اللي كنا نشتغل معهن على الشراكة العربية اليهودية صاروا يسبوا علينا بالمعنى الآخر المجازي. إذا إحنا مننجحش نخلق عمل مشترك حول هموم مشتركة، لا يمكن نقدر نبني يعني استدامي للشراكة. إذا العمل هو على رفع الوعي لأنها السيرورة طويلة، ممكن نرفع الوعي بس بأول محطة كل واحد يروي على بيته. فالنموذج اللي عرضتوه عم تعرضوه هون بالإضافة للمداخلات طبعا اللي طرقت للنموذج، يعني أنا بدعو مهباخ تغيير ورعود صداقة
انه ينقل، لاني انا بعرف كمان تجربتكم في بلادنا في طمره وفي محلات اخرى، قديش المجموعات تبعتكم في كل بلد بتلتقي مع الثانيه واليهوديه العربيه وبتبني عمل مشترك حول قضايا وهموم مشتركه. اذا منضلنا كل واحد يشتغل في بيته عهمومه ولا مره راح نحس بهموم بعض، اذا مننجحش نخلق العمل حول الهم المشترك مثلا حق في المسكن، وكيف ممكن نبني حواليه شراكي وعمل مشترك بين المجموعات المختلفة اللي نقدر نقود عمل مشترك إن كان قطري وإن كان محلي في محلات في المدن المختلطة أو في محلات مختلفة. هذا اللي حبيت أقوله، إنه اللقاءات العربية اليهودية مهمة، اللقاءات العربية العربية مهمة، واليهودية اليهودية مهمة. أنا في الائتلاف المناهضة العنصرية كمدير للائتلاف بشتغل مع مجموعات يهودية متحدثي روسية وأشكناز وشرقيين، اللي هن بنات بعض في إشكالية كبيرة بالتعامل بيناتهم، حتى بين المؤسسات حقوق الإنسان اللي جاي من المجتمع الشرقي والمجتمع المتحدث الروسي والأثيوبية وغيرهم، بنات بعض في عندهم مشكلة كبيرة ولازم، وأنا بدي أساعدهم يلتقوا، بس يلتقوا كمان هن مع بعض على هم مشترك ويشتغلوا مع بعض ويشتغلوا معنا كعرب على هم مشترك، مش بس عشان نرفع الوعي لأهمية الشراكة والحياة المشتركة. هذا اللي حبيت أكد عليه بس. شكرا نضال، يعني ما كان أكتر مداخلة، شكرا، نقاط مهمة. وقتنا كتير قليل، فبس عشان هيك بهمنا نجمع الأسئلة، وإذا في ولا بشكله فيش أسئلة. لا، ما أنا مش شايف حدا إسا، بس رفع وبعدين حسن وبعدين ليلى. طب أنا بمعنى أنسى להתנסח בצורה של שאלה, רק משפט אחד אני בכל זאת חייב להגיד. אני אוריד אן אוחי הזה المحاولة محاولة الربط بين البحث والعمل. سؤالي لمريم هو ليس سؤالا استنكاريا، هو سؤال حقيقي. كيف يمكن أن يقوم مدير مدرسة بتعاطي مع مطلب القيام بالالتزام الذاتي من خلال الخدمة العسكرية مثلا؟ أنا أسأل هذا السؤال بشكل ملح، لأن مطلبكم دخول المؤسسة ليس سهلا. سؤالي لعربية ووليد، أعتقد أن ما قلتماه، أعتقد أن الانهيار الذي حدث في أعقاب العام 2000 ربما كانت له نتائج إيجابية، بمعنى أن ننظف الطاولة من كل هذه القضايا التي كانت عالقة ونبني من جديد شيئا حقيقيا. حسن وليلى أربع. أني رصي لي شرط يعيل. أريد أن أسأل يعيل. رح أسألك إيش قصدك اللوبي قدام الممساد قدام الحكومة؟ أي لوبي لازم يعني نطور، أو شو عمل الشراكة في لوبي زي هيك لما كل الممساد نفسه هو ضد الشغلة هاي؟ ليلى أمك لا عشان يترجمه، أنا عشان يترجمه. سؤالي لمريم بالأساس، لأنه كتير اهتمت بأنها تقول لازم نشتغل مع المؤسسة، يعني مفهوم من المؤسسة المؤسسة تبعت الدولة كمؤسسات دولة. أنا بشتغل في جمعية يد بيد المسؤولة عن المدارس اليهودية العربية، وبسألك يعني هل كإنسان اللي اشتغل في وزارة المعارف وإنسان اللي اليوم بمطاح، مدى رؤيتك بأنه هل هذا موديل عم بنجح ولا لا؟ وليه هالقد في عنا صعوبة بأنه يتجندوا أولاد يهود للمدارس ثنائية اللغة وثنائية القومية؟ كمان أسئلة ولا ننتقل للأجوبة؟ ليور بتقول إنه خلص نكفي عشان فيش وقت وإحنا مضغوطين شوي بالوقت، نبدأ بالأجوبة وبعد هيك مريم. بالنسبة للسؤال
بالنسبة للالتزام ذاتي بالنسبة للخدمة العسكرية لا أريد التطرق إلى شيء تقوم بها المؤسسة. يوجد هنا مشكلة كبيرة جدا لدخول ضباط إلى المدارس وهذا غير مقبول علي، ولكن يمكنني القول أن هناك منظمات تعمل على هذه القضية، ولكن مهم أن يكون هناك محادثات حول ذلك. أنا لا أريد أطرق، لا أريد الإسابة عن، لا يمكن الإسابة حول ذلك. إذا قرر أنه واجبه التجنّد فهو يفعل ذلك. بتخيل ما؟ بتخ مخاف. داخل خيز معين. نعم ويمكنني أن أعطي أمثلة ولكن لن أفعل ذلك. لكن أعتقد أن كل إنسان في كل مكان يتواجد فيه يمكنه أن يؤثر وأن يؤثر على الآخرين. بالنسبة ليد بيد، أنا أحب هذه المنظمة وأنا أعرف إناس ذيب ونحن نعمل معا في أمور كثيرة. يمكنني القول أن الصعوبة في تجنيد طلاب يهود لمدرسة يد بيد هو جزء من مبنى جهاز تربوي مختلف، وهو ليس شيء يعتمد على الفرد. هناك جهاز تربوي آخر لمصلحة أناس معينين الذين أرادوا الفصل بين أجهزة يهودية وأجهزة عربية، ولكن أعتقد أن جهاز التربية والتعليم هو منفصل لأن الوالدين يقومون بالاختيار. ولكن هنا يوجد نوع من الأنتاغونيزم، ولكن معظم الأهالي بسبب أسباب هوية يفضلون أن يتعلم أولادهم في جهاز تعليم الذي يعطي القيم قيمهم أنفسهم. بالنسبة لهذه القضية، أنا أعي النتائج السلبية لهذا الفصل، الفصل بين الطيارات والأطر، ولكن أعتقد أن الفرق بين أناس مثلي وبين امرأة مثل يعيل هي أن يعيل تعتقد أنه بمفهوم الثورة، وأنا أعتقد أن العالم جميل لأن فيه أناس مختلفون، وأنا أحترم الفكرة الثورية لعربية وليعيل، وأنا أعتقد أنني أعمل إذا عملت من الداخل المؤسسة فيمكنني أن أؤثر أكثر. سأعطيكم مثالا حول ذلك. هناك جهاز تربية مختلف ومنفصل، ولكن أنا أبدأ أن أقطف الثمار وأن أشجع التعليم المشترك، وهذا شيء قد تعرفونه ولا تعرفونه سيكون شخصية من إيرلندا الشمالية سيتحدثنا. هناك بنوا أجهزة تربوية منفصلة أجل مأسسة موضوع لكي يقوم التلاميذ هناك بالتعلم مع بعض. وفي الرملة أيضا قمنا في واقع، هناك واقع صعب جدا، هناك طواقم مدرسية يعلمون معا العربية واليهودية في الصفوف الخامس والسادس وكذلك إنجليزية، وهذا نوع من التغيير الصغير أتى من داخل المؤسسة، وبحيث أن تأثيره هو أقل من 100% من 100% من
التعلم المشترك، ولكن هذا أفضل من لا شيء، حيث أقل من 3% من التلاميذ الذين أنهوا التعليم يقولون بصعوبة التقوا بناس من الطرف الآخر. بالنسبة لسؤالك أوري، لم أكن بحاجة للانتفاضة الثانية لكان أفهم هذه الشراكة ومن دعم كل هذا. أنا لا أقول هذا كفلسطيني، ولكن يهود الذين عملوا في هذه المنظمات في سنوات الثمانين عندما فهموا أننا نريد شراكة في اتخاذ القرارات وتجنيد الموارد وكيف نغير كل المفاهيم وكذلك التطبيقات، تم رمينا إلى الخارج. حدث ذلك قبل سنة 2000، في سنة 87 فهمنا أننا هذه اللقاءات تحبط، وهي تجربة معادة وشعور النقص ولدى العرب بالنسبة لليهود. ولكن قمنا بعد سنة 2000، قمنا أنا ومجموعة من اليهود والعرب هنا في الشمال، قمنا أقمنا مجموعة لدراسة الحوار اليهودي العربي، عملنا بشكل تطوعي مدة 3 سنوات، ولم يكن ممكن خلق حوار متبادل لأن التطبيقات غير متساوية. لذلك أعتقد أن التطبيقات هي بالمعارضات في داخل واقع أنت تخلق فيه شيء آخر، وهذا نضال صعب جدا. الأهالي هم الأهالي يعتبرون أنفسهم أنهم هم الممثلين. العمل مع نساء مضطهدات والتمثيل هو شيء ومصادرة، يعتبر مصادرة حقوق، ومن يعرف القيام بذلك هو ناس الذين لديهم هذه الأدوات وهذه التجربة. لا يجب أن ننسى، أنا أتحدث عن أزمات حتى بمستويات عميقة جدا، لأنك تكتشف من معك ومن ضدك. لا يجب انتظار حدوث الأزمات، نحن معا حتى تفهم أننا في شراكة تقود إلى الضلال. أنا في تلك الفترة عملت في تل حي وكنت أعلم في وتعرفت على أشخاص من عدة مناطق، و وعندما علمت عملت على الاضطهاد ضد العرب، الطلاب الشرقيين لم يستصعبوا الفهم عما أتحدث، وذلك على اختلاف طلاب عملت معهم في جامعات. فالتواصل الحسي والعاطفي كان هذا ناجعا في العمل، والفهم أن لماذا مصنع بريا جليل وفي عكا، لماذا هو المصنع الوحيد هناك، لماذا التكستيل منطق لم يقام هذا في مناطق عربية، لماذا عندما تزداد المنافسة يقوم بنقل هذه المصانع. هذا أشياء في الوافق يجب التطرق إليها لفهم لتعزيز الوعي. باختصار شديد بالنسبة للوبي،
أعتقد أن الكنيسة لا تمتلك القوة، أما المؤسسة أو النظام له قوة كبيرة جدا. وإذا جئنا بمسودات جيدة ومخططات جيدة فهم سيستمعون إلينا. ما أريد أن أقوله أنه يمكن أن نجد إلى المكان الصحيح مع المخططات الصحيحة نعرضها عليهم، ونطالب منهم أن يكونوا شركاء لنا. المهم أن يكون هناك تغيير، وهذا يرتبط بقضية النضالات، لأنه جزء من التربية السياسية والتغيير في الوعي يمر عن طريق النضال. حتى وإن كنت ضعيفة الأفضل أن لا تفشلي دائما، حتى لو فشلت في مرحلة معينة وعملت أمام المؤسسة وتلقيت قوة كثيرة من هذا اللقاء في إمكانية الحديث والتعبير عما تريدينه ورؤيتك للأشياء، يمكن أن نحدث التغيير بطريقة مختلفة. والموضوع الذي طرحه نضال بالنسبة للبسيخومتري، هذا النضال فشل في نهاية المطاف، ولكن كان هناك إدراك بأن هناك خيارا آخر، وأدركوا في وزارة المعارف كيف الامتحان البسيخومتري يقصي مناطق النائية، وأدركوا بأنه في مرحلة معينة يجب إلغاء البسيخومتري. هذا هو القصد باللوبي. اللوبي يدخل إلى المؤسسة ويعمل أمامها، وأحيانا يقوم بالعمل بدلا من هذه المؤسسات. أنا أؤمن بدخول الموظفين إلى البيروقراطية. هناك من يمتنع عن دخول المؤسسة لأسباب مفهومة، ولكنني أعتقد أن هذا خيارا لدخول إلى سلك الدولة، هذا إنجاز كبير. أطرح عليكم مثالا ملموسا يتعلق باحتياجاتنا. يعيل تحدثت عن لوبي في أماكن مختلفة عما أتحدث عنه أنا أيضا. أنا أتحدث عن لوبي يتعلق بكل التشريعات من سنة 2000 حتى اليوم، وهي أشبه بزخات من التشريعات ضدنا كأقلية قومية فلسطينية، وليس هناك من يوقف هذه التشريعات. هناك فراغ في الكنيسة فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، ليس هناك إمكانية لوجود من يدافع ومن يثير ومن يدفع بأعضاء الكنيسة أن يتواجدوا على الأقل في هذه الجلسات التي تتم فيها المصادقة على هذه القوانين الفاشية. مرات بقعد بالساحة وبشوف أطفال قاعدين بيلعبوا عنا بالساحة، إحنا لعبنا بالحارات، اليوم الحارات مش موجودة، اليوم الساحات وساحات صغيرة كمان، يعني ساحاتنا اليوم ساحاتنا إحنا بطفولتنا تختلف عن ساحات أطفالنا اليوم، ساحات أطفالنا محدودة، إحنا كانت ساحاتنا واسعة، طبيعة واسعة، اليوم محدودة جدا، حتى هاي الساحات المحدودة جدا بطلع عليهم وبكل حالي رايحين يكملوا يكونوا هنا، ولا رايح يكون مستقبلهم كمان لاجئين؟ وهذا سؤال دائما بلف براسي. عشان هيك لما انا بحكي عن لوبينج، لما انا بحكي عن لوبينج اما من هاي اللي بقوله انا مزبوط، انا موافقة معاك. عشان هيك بقول لكل الممولين اللي موجودين هنا انه ابدوا، يعني الخطوة الرابعة المرحلة الرابعة في النماذج هاي، وفي نماذج كثيرة على فكرة، ابدوا ادعموها. يعني بكفيش انكم تدعموا ثلاث مراحل في برنامج، ابدوا ادعموا المرحلة الرابعة. وهي كانت، يعني كان في عنا تجربة ناجحة لها بالثمانينات والتسعينات كانت موجودة، يعني كان التقليب على قضايا مهمة جدا، صح، قضايا اللي في عليها كمان يعني إجماع إسرائيلي لكل المواطنات، يعني مثلا كل موضوع الأحوال الشخصية، كل قضايا العنف، هاي كان عليها إجماع وما هي متعلقة بقضايا قومية. بس أنا اليوم بعيش صراع قضاء، صراع بقاء
من ناحية قومية بهوية القومية. هنا حكت عن تركيبة هوياتنا، أنها تركيبة معقدة. أنا اليوم هاي بأولوياتي، لأنها هي المهددة، مهددة بالمسكن، مهددة بهد البيت، بهدم البيت، ومهددة كمان بالترحيل، بقانون ترحيل ورح يجي. يعني بالتحليلات اللي شاف الإعلام قبل شهر، حتى مسافة آرس اللي من كتب عنها، اللي شاف التحليل بقول لك يعني أوكي، هاي حتى من ناحية قضائية إذا بيجوا على استطلاع الرأي العام والرأي العام بأغلبيته اليهودي وافق على ترحيلهم، الإجراء القضائي عادل دستوري اكروها. فعني عمليا لا، أنا جبت لكم ياي مثال بسيط لوين المحلات. حتى لما نحكي على نفس المفرد وعلى نفس المصطلح، أنا بتطلع عليه من محلي، يا عيال تطلع عليه من المحل اللي هي موجودة فيه. هي بالنسبة إلها أنه أجهز لباكيت زوتار في مؤسس في مكتب حكومي وأجيب له الأمور جاهزة وأقول له هاي خطة اشتغل عليها، هاي هو التقليب عندها أو المناصرة. وأنا بالنسبة إلي بعد ساعات بصراع البقاء على قوانين اللي ممكن ما كنش موجود هان. وعمليا كل موضوع شراكي رح يكون بخبر كان، وكل النماذج وكل النوايا رايحة تكون بخبر كان. وهي قريب، يعني أنا شايف الأمور، أنا شايفتها كيف بتمشي بتضفي، شايف كيف المسار اللي إحنا مشيناه بال48، وشايف المسار اللي مشوه بال67 لحد اليوم، وشايف وين الوضع اليوم. وأنا خايفة، أقولكم إنه أنا مش خايفة، أنا خايفة. شكرا. بضيق وقت فبدنا نلخص أنا وليور بنص جملة. مفكر الأفكار كتير اللي طلعت هنا مختلفة، اتجاهات مختلفة لتطوير العمل، للتصدي للتطرف اللي عم نعيشه، إذا كان على مستوى قانون وإذا كان على مستوى الحق اليومي. وفي بعد إيش كتير نتحاور، نكون جزء من المؤسسة، نشتغل خارج المؤسسة، نكون ثوريات ولا نكون دبلوماسيات. أنا بعتقد، وهنا بالنسبة لمهبخ تغيير بهمني بس أقول إنه النساء اختارت اسم تغيير، بس هذا فرصة إنه النساء موجودات هنا يمكن يعيدوا النظر بتغيير الاسم. فأنا أكيد يعني هي مش نفس الترجمة. شكرا كتير لإصغائكم ولوجودكم معنا. إحنا رح نقصر استراحة الغداء لأنه تأخرنا كتير لجدا، تاكلوش نص ساعة كله بسرعة وارجعوا. هقل من نص ساعة خفيف. ولأور بدها تقول بس هيك كمان. أنا ساعتين خشبت. رح نرجع بتنتين يعني أكتر إشي ممكن تاكلوش. شكرا كتير، شكرا يعيل عربية وليد ومريم.